هذه الأثناء بقصر التحرير بالقاهرة يبدأ الآن أو يعني تستمر الاجتماعات الخاصة بلجنة الاتصال العربية بشأن سوريا والتي أقرتها جامعة الدول العربية في مايو الماضي، وكان هذا الاجتماع اليوم هو الاجتماع الأول لتلك اللجنة. اللجنة تناقش كيفية عودة سوريا، الخطوات التنفيذية لعودة سوريا إلى الحضن العربي. اليوم تتخذ سوريا هذه الخطوات نحو العودة إلى الحضن العربي وكيفية يعني التنسيق المواقف وكيفية تنفيذ ما تم اتفاق عليه مسبقا في الاجتماع السابق في عمان. اليوم كذلك تتخذ سوريا تلك الخطوات للعودة، وتتخذ الدول العربية خطواتها من أجل دعم سوريا ومن أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا على المستوى الإنساني والمستوى الاقتصادي وكذلك المستوى السياسي. يعني الاجتماعات تستمر اليوم. اليوم كانت الأروقة مزدحمة وكانت هناك أنشطة مكثفة داخل الخارجية المصرية من خلال استقبال الوزير سامح شكري لعدد من الوزراء نظرائه من الأردن والعراق والسعودية وسوريا. هذه الاجتماعات المتعددة يعني كلها أو معظمها كان يصب في المسار السوري وكيفية إيجاد الحل للأزمة السورية من خلال التعاون العربي وتقديم هذا الدعم العربي من أجل مصلحة الشعب السوري ومن أجل يعني تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا. بالضبط. كذلك على هامش هذا الاجتماع هناك كان اجتماع آخر للجنة الثلاثية، آلية اللجنة الثلاثية المشتركة ما بين مصر والأردن والعراق، وتم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بذات الاهتمام المشترك وعدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة ما بين البلدان، وتم كذلك الاتفاق على عقد لقاء آخر للمتابعة خلال الشهر المقبل في أمريكا خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الاستمرار في تقديم الدعم وتسهيل المشروعات ويعني إيجاد الآليات اللازمة من أجل دعم المشروعات ما بين هذه البلدان، خاصة البحث في سبل التعاون استراتيجية وتتميز بأهمية كبيرة. البحث في سبل التعاون ما بين الدول الثلاث. أشكرك شكرا جزيلا لك مينا حبيب مراسل الغد، كنت معنا من القاهرة.